الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله الذين هم للزكاة فاعلون والذين هم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانة والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس سبحان الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا